طب هسألك نفس السؤال، ايه اغرب حاجة شفتها في الصين؟ اغرب حاجة شفتها في الصين، حاجة حسيت ان هي ايه ده، غريبة قوي، العالم ده غريب. هي كل حاجة غريبة في الصين، بس يعني اغرب حاجة في مثلا عادات معينة مثلا انت استغربتها، او مثلا ثقافة معينة استغربتها هناك؟ انا بالنسبه لي على قد ما الصين زحمه حاجه مش هتتخيليها، بس الصين اهدى دوله مثلا زرتها في كل الدول اللي زرتها. ازاي؟ طيب ما انا ما فهمتش لحد دلوقتي، منظمين يمكن هدوء بزيادة. هدوء بشكل مستفز وغريب على عددهم. يعني تلاقي في المترو مثلا 100,000 شخص ومفيش صوت خالص. بيتكلموش. حاجه غريبه تانية التكنولوجي، طبعا هناك التكنولوجي يعني حاجه بتخوف. يعني ببقى كنت ماشي في الاوتيل فجأة لقيت روبوت طالع معايا في الاسانسير بيوصل الاكل، هو ده الدليفري روبوت، اوكي. ما حدش بيتحكم فيه، هو بياخد الاكل من المطعم تحطه في البوكس يجي يروح الفندق يطلب الاسانسير بنفسه، السيستم مربوط يطلع يقف قدام باب الاوضه بتاعتك يخبط الجرس. يعني هو برضه وبياخد تيبس ده كل ولا لا؟ سيستم ما اعرفش بجد يعني حاجه. فبس انت عادي ممكن تبقى ماشي في الصين في راكب اسانسير تلاقي معاك روبوت بيتعامل كانه زي البني ادم، ما بيكلمكش؟ طيب ما بيقولكش اي حاجه؟ بيتكلم لو وقفت بيكلمك قدامه هيبدا يقول لك بليز، يعني بس بالسيستم يعني، وسع عايزه اروح هنا ارجع هنا هو كده. سنسورز والسيستم كله. طبعا انا بالنسبه لي على قد ما احنا عارفين ان الحاجات دي موجوده، بس انا مش متخيله انا ممكن ابقى طالعه في بالظبط اسانسير الاقي انسان آلي جنبي، بالظبط. يعني فحاجه انا كنت صعبه متخيل ان الصين روبوتات وكده، بس انك تلاقي تتعاشرها احساس غريب. اغرب اختراع شفته في حياتي روبوت بيوصل طلبات جوه فندق. والله لسه بادئ اليوم اهو والروبوت ده ركب معايا الاسانسير. انت رايح فين يعني؟ فهمني. انترينج، هو رايح الدور الاول التاني، وقف الدور التاني غالبا رايح يوصل اكل لحد. بصوا الاسانسير محدش طلبه، هو السيستم بتاعه مربوط بالاسانسير فركب. بص بقى بيمشي بسرعة، رايح فين؟ بص كاتب ايه؟ waiting do not disturb.